ولا مالي بكتب ومتسمي. قابلت مرة شبيه فندق عمل معايا الصح تمام. مافيا 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 مافيا. انا اصلي نشيط متدرب في مشاكلي عمري ما بهرب، دايما ابص لقدام نشيط في قوه بندام. وضربني ولا سمع عليا فكرت اخر يوم ليا من غير حكايه ولا قضيه. وريني نفسك يا عنيا وريني نفسك يا عنيا. انا هبت فكره في راسي هبقى احسن منه اساسي. جايلك وانت ما تغراش شايفك حاجه ما تسواش. عمال بتقول وتحور ابعد عني لا تتهور، طبعا عمري ما هتصور ان انت تتحداني ان انت تتحداني. اسم الله عليك يا عنيا اسم الله عليك يا عنيا. اتمرن حتى شوية وتعالى لاعب عبده بندم اللعبة دية بندم اللعبة دية. انا مش قدك يا زميلي هيجيني اللي يخليني سفاح في اللعبة دية سفاح اللعبة دية. معلش وانا دلوقتي ديناميت وانت الضحية. بندم اتهور هو سفاح جاله من جوه وضربني مرة بقوة اصله تصورج على اهلي. بطلوا معايا لعب عالمرجلة تتشخص يالا في عيال سهتين تتشخص يالا في عيال سهتين. حكايات عمالة تتدور حوارات صعبة بتتحور حكايات عمالة تتدور حوارات صعبة بتتحور. فكرة كابتن وزعيم وسلام لكل الجيل 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 وسلام لكل الجيل. وانت بتسجل 5 شهور عايزك تنفضين على الهادي كده استعرضي على الهادي وروقي عليه. ماشي يا بحر جاهز جاهز. خلاص يا ابني كل مره الجلي مضروب واحنا مش هنخلص من الموضوع ده بقى. يا نور تعالى يا نور ما كنت تلعب تلعبش ليه؟ اوديك للدكتور. امال في ايه مالك يا اخي؟ في جيبك كده يضربني. انت البنت دي بتلعب بقى قد ايه؟ مرة. طب اقول لك انا هو ما تلعب ملاكمه مصارعه اي لعبه غير اللعبه؟ اشمعنى اللعبه ده؟ هو انا كنت بشتغل في ورش كنت دايما في حالي مش ليا مشاكل مع اي حد. اتاري بيلعب اللعبه دي وانا ما كنتش اعرف مدى خطرتها. انت بقينك في الموضوع ده بادي اهلك يا بنت. وطيب كابت الحاجات دي كلها ازاي؟ ضربني على أجمد قدام صحابي المعلم بتاعي وأنا من ساعتها حالف استضرب يا لا لا مش هسيب حالف. استضرب 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 مش هادي لنوم يعني عندي حالف. ومن ساعة اليوم ده وأنا مش هسيب حقها يا كابتن وهتمرن مش هادي لنوم يعني عندي حالف. ده لسه لعب تجارب عالم اول امبارح وسافر وهيلعب بطولة العالم اهو. ده بطل عالم اهو. هيلعب الاسبوع الجاي. تخيل يا نور انت عايز تكسب بطل عالم وحتة بنت مفعوصة كسبتك امبارح. ده بطل عالم محتاج ان انت تتدرب محتاج مدرب كويس معاك محتاج شغل كتير على نفسك عشان تقدر تواجه لاعب بطل عالم زي ده. فهمت يا نور؟ بس المشكله ان المدرب انت بتمرن بقالك 5 شهور ايه؟ انت محتاج 5 سنين عشان تقدر تواجه لاعب بطل عالم زي ده.
بس المشكلة هو أنا نفسي أساعدك. صدقني ربنا هيكرمك وهتبقى بطل العالم وهتكسب اللي اسمه عبده فندام ده. ايه هو اللي في دماغك؟ قول له اني ماكت. شخص مش عادي بس ما يعزش عليا حاجه. ما تقلقش جدا كابتن. يعني انت قصدك ان المدرب ده غير اللي كانوا بيدربوني؟ يا نور، في مؤسسات دوليه بتدور عليه، ده نفسهم يلاقوه في اي مكان. ده درب ابطال، طلع ابطال وابطال عالم من سنين، بس المشكلة ان محدش لاقيه. بس انا اعرف طريقه. طب هو مستخبي ليه يا كابتن؟ احكي لك يا نور، زمان كان بيدرب وطلع من تحت ايده بطل عالم، بس حصل حاجة. احكي لك يا كابتن، شوقتني. احكي لك يا نور، بس ده سر بيني وبينك، اوعدني ان هو ما يطلعش لحد. اوعدك. ثواني. شايف اللي في الصورة دي؟ ده بطل عالم يا نور، وده اللي هيدربك، وهو اللي درب بطل العالم ده وخلاه بطل عالم، وطلع من تحت ايده. ده واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، مجموعة أبطال عالم. شوقتني يا كابتن، احكي لي حكايته، يمكن يبقى في أمل إن أنا أضرب الواد ده. ده يا نور آخر بطل عالم طلعه من تحت ايده الكابتن، لغاية ما في مؤسسات النبي اشتريته وحصل حكاية. البطل ده هو كسب ابطال العالم 3 سنين متتالية ورا بعض. Thank you.
كسب ابطال العالم 3 سنين متتاليه ورا بعض. مؤسسات دولية وقعت بينه وبين الكابتن مفعل وعمل ابنه، واثناء التمرين البطل حتى الكابتن مفعل، والكابتن ما استحملش اداله ضربة قضيه قضت عليه. الحكومات الدولية والانتربول والحكومة المصرية بتدور على لحد دلوقتي، بس محدش يعرف مكانه. اللي يعرف مكانه نور، انا بس اللي اعرف مكانه، انا الوحيد اللي اعرف طريقه. يعني انت يا كابتن بجد يعني تعرف طريق الكابتن ده؟ ده حبيبي وصاحبي. طب ما توصلني لها يا كابتن والنبي. اهم حاجه هتسد معاه وهتشرفني. ارفع راسك. متاكد يا نور؟ ان شاء الله. لحظه كده يا نور. سيد خير يا رب، ايه اللي فكر بيه دلوقتي؟ الو الو، ايوه كابتن محمد. يا لعب عالمرجلة تتشخص يالا فعيال تهتين، تتشخص يالا فعيال تهتين. حكايات عمالة تتدور، حوارات صعبة بتتحور، حكايات عمالة تتدور، حوارات صعبة بتتحور. فكرة كابتن وزعيم وسلام لكل الجيل، وسلام لكل الجيل، وسلام لكل الجيل، وسلام لكل الجيل.